اتفقنا مع بنك السلام أو مصرف السلام بهذه الاتفاقية على أساس أن نعرف الجميع أن القدرة الشرائية انهارت، ويبقى اليوم الموظف لا يستطيع أن يعني يتحصل على مثلا عقار أو شراء أرض أو ترميم سكن. ولهذا اتفقنا مع السيد المدير العام ومصرف السلام أن تكون اتفاقية خاصة بإبرام اتفاقية خاصة بالقروض الاستهلاكية، وكذلك القروض للعقار وخاصة عمراتي وسياحتي. وكذلك هو هذا الشيء هذا راح يكون في إطار الخدمات الاجتماعية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية. يشرفنا نحن أيضا مصرف السلام الجزائر أن نوقع هذه الاتفاقية، اتفاقية الإطار في مجال تمويلات الاستهلاكية والتمويلات العقارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في مجال تمويل الاستهلاكي بمختلف أنواعه من المعدات الكهرومنزلية إلى مواد البناء إلى الحواسيب الهواتف النقالة إلى آخره. ثم عندما إن شاء الله تتوفر السيارات أيضا مركبة محليا نعيد العمل بتيسير السيارات، وكذلك التمويلات العقارية بمختلف أنواعها أيضا من تهيئة السكنات إلى توسعة السكنات إلى بناء السكنات في المناطق مثلا لا يوجد يعني المطلوب هو البناء الذاتي، وكذلك شراء السكنات، وكذلك بمختلف الصيغ سواء لدى المرقين الأحرار أو بصيغة السكن الترقوي التساهمي البي أو الترقوي المدعم البي حسب طبعا مختلف الشرائح الموجهة لهذه البرامج.